هكلمكم عن كتاب الحمل. الحمل اسبوع باسبوع، بنتكلم عن الاسبوع السادس. يعني ايه الاسبوع السادس؟ يعني الدوره مأخره بقالها اسبوعين وبتنتهي بعد ذلك باسبوع. ومهم جدا لبنتنا ان تعرف ان لسه الفتره الذهبيه لتحديد مده الحمل وما يعادل الولاده بدقه، فتبقى حريصه ان هي تتاكد من تاريخ الدوره وتراجع طبيبها للتاكد. كل ما كان بدري بيبقى احسن. وعشان اسهل عليكم، عشان نعرف ميعاد الولاده بالاشهر الميلادي، بنزود 7 ايام و9 اشهر. اما بالهجري بنزود 14 يوم و9 اشهر. اللي بيحصل جواها ان الثدي بيكبر وبتبتدي الحاله ما تغمق، بيحصل قيء الصباح وحرقان فم المعده والغثيان وغمه النفس الصبح، وبعدين بيحصل ممكن نقط دم بتنزل مع شويه مغص بسيط وبنسميه حمل غزلاني. ليه؟ لان الغزال في فتره اول 3 اشهر في الحمل بيبقى فيه الدوره الشهريه موجوده، فعشان كده بنقول عليه الحمل الغزلاني. ولو الدم زاد عن الحدود الطبيعيه هو اول مغصل، لازم ترد على الطبيب بتاعها فورا. طيب السؤال الثالث، هل يا ترى الجنين ده بيبقى شكله ايه؟ لا، الجنين رغم انه فات اسبوعين، يعني الدوره مغيبه بقالها اسبوعين، لكن الجنين كيان قائم بذاته، كيان قائم بذاته زي ما احنا شايفين ازاي؟ بيبتدي يتكون الرئتين والفك والانف وسقف الحلق، وزي ما احنا شايفين اهو براعم الايدين والرجلين، وتبتدي بدايه الصوابع بصوره مبدئيه. وبيبتدي المخ يتكون وتبتدي اللفاليف بتاعه المخ بتتكون، واخده بال سيادتك، ونتوءات المخ. ادي فادي كيان قائم اهو، وبنسمع ضربات القلب ونشوفها بصوره اسهل من اللي كنا بنشوفها الاسبوع اللي فات. والجنين في الوقت ده بيبقى طوله 2 سم من قمه راسه الى مقعدته، وبيبقى يعني اقل من عقله الصباع. طيب الحاجة اللي بعد كده، احنا في ناس كتير بيسألونا ايه حكاية فصيلة الدم والار اتش. فصيلة الدم عندنا في انواع، اللي هي الاي والبي والاي بي والاو. دي حسب وجود بروتينات موجودة على سطح الخلايا زي ما احنا شايفين. في الاو ما بتبقاش موجودة البروتينات دي، فعلشان كده الاو ممكن يدي لأي فصيلة، لأن الشيء الطبيعي اللي بيبقى فيه البروتينات دي بيتكون ضدها أجسام مضادة عكسية. والإي بي أو وممكن ياخد من أي دم، لأن نظرا لوجود الإي بي أو البي هتلاقي فيه المضادات بتاعة الإي، والإي فيها المضادات بتاعة البي. الإي بي ما عندهاش مضادات، الأو ما فيش بروتينات من أساسه. وعندنا حكاية الأر إتش برضه نوع من البروتينات بتبقى على سطح الخلايا. وهنا يجب ملاحظة ان كل سيدة لازم تبقى عارفة في بداية الحمل فصيلة الدم والار اتش، ويستحسن جوزها كمان. وبتبقى المشكلة لو فصيلة دم الزوجة ار اتش نيجاتيف، بيبقى الجنين ار اتش بوزيتيف تبع، اذا كان الزوج ار اتش بوزيتيف بيبقى الجنين تبع الزوج، وبتبتدي تتكون الاجسام المضادة اللي بتهدد الحمل اللي بعد كده. ومن هنا تيجي المشكلة، وبيبقى تشخيصها وعلاجها سهل بتحديد فصيلة الدم للزوج بدري. هيجي السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع بعد فصيلة الدم ده اللي قلناه. طب والسؤال الخامس، ايه هي النصايح اللي بنقولها للسيدة؟ السيدة بتبقى عندها استعداد للارهاق وبتتعب من اقل مجهود، فاوعي توصل لمرحلة الارهاق. لازم تاخد كالسيوم ولازم تاخد مغنيسيوم. لازم شوفوا تقسم وجباتها نونو وجبات كتير وكميات صغيرة، ولازم الاكل بتاعها يبقى متوازن. ونصيحة، الارهاق بيحصل بدري من اقل مجهود، فكل ما تتعبي ريحي، بحيث ان برضو تتحركي ما تبقيش نايمة طول النهار، وفي نفس الوقت ما تتعبيش. بيجي السؤال السادس اللي بعد كده، ايه دور الزوج؟ الزوج لما بيجي مع الزوجة في متابعة الحمل ويشوف الجنين بدري، بتبتدي تتكون الرابطة ما بين الزوج والزوجة وجنينهم، وبيبتدي بقى يساعدها في الاعمال المنزلية، بيراقب غذائها، بياكل معاها اكلها، بيجهز لها الاكل المفيد، بيخليها تاكل كميات كتيرة، عدد مرات كتير وكميات قليلة، بيتابع علاج الزوجة وما بيخليهاش تاخد علاج
حتى لو كان بسيط من نفسها، وربنا يتمم لكم بخير، ونتقابل في حلقات أخرى.